يعني كان بص بنظرة سخرية، اللي هو ده مش هيعمل جسم ولا هيعمل أي حاجة، وأنت بتروح على الفاضي ومش على الفاضي. فأنا حبيت أعمل وكان لي عندي عزيمة وإصرار وأعمل، وكان لي نفسي أحسن من أي حد، محدش أحسن مني، أنا طويل وصغير أحسن مني. وكنت عملت الجسم هنا في خلال 8 شهور، عملته 3 بطولة. الاتحاد يعمل حاجة للناس اللي زينا القصيرة، يعمل لنا بطولات، يوفر لنا حاجات لينا يعني المكملات والحاجات دي، ويعني هم عاملين لكل الناس يعني جايين على الناس ديت وما عملناش. الأول طبعا كان في سخرية لينا، والناس طبعا كانت بتتريق علينا وكده، دي كانت حاجة بتزعلنا الأول. أما دلوقتي ما عادش بيفرق معايا الكلام ده، لأن أنا بطلة هو عمل إيه.